أهلا بكم من جديد. ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم إلى تحمل مسؤولياته، معبرا عن أسفه لانعدام التوازن في تحمل الأعباء، وذلك خلال افتتاح القمة الإنسانية العالمية الأولى في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحسين طريقة التعامل مع الأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والاحتباس الحراري. تقرير الزميلة منى عواد يحمل المزيد. تلبية لنداء الإنسانية، تجمع مئات من زعماء الدول في مدينة اسطنبول التركية لحضور افتتاح أول اجتماع قمة إنسانية عالمية تنظمها الأمم المتحدة وتستمر يومين. وينعقد الاجتماع بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ويشرف على تنظيمه المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، ويشارك فيه قرابة 60 رئيس دولة أو حكومة وأكثر من 6000 من المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال بان كي مون إن قرابة 130 مليون شخص في العالم في حاجة إلى مساعدة. ويهدف الاجتماع إلى البحث عن تعهدات دولية لتطوير خطة عمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن وضع سياسات فعالة لمواجهة الحالات الطارئة. ومع نزوح قرابة 1 مليون شخص على كوكب تمزقه النزاعات وخطر تغيير المناخ المتزايد، ترى دول ومنظمات غير حكومية أن النظام الإنساني الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب جذري. ويأتي انعقاد الاجتماع في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من العالم التهجير من مناطقهم بسبب الصراعات وأعمال العنف، بينما يعاني 218 مليون شخص سنويا الكوارث الطبيعية التي تتجاوز تكلفتها على الاقتصاد العالمي 300 مليار دولار وفق إحصائيات أممية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور فاضل الزعبي، الخبير خبير الطوارئ في منظمة الفاو. مرحبا بك معنا سيد فاضل. إذن هذه القمة، قمة الإنسانية في إسطنبول، أهم الملفات التي تعالجها النزاعات والحروب، التغير المناخي والأمن الغذائي، ملفات كبيرة وضخمة جدا وتهم كل سكان الكرة الأرضية. ما المتوقع اليوم من تلك الأجندة التي ستخرج بها هذه القمة، وكيف تقرأ الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الكبير اليوم؟ شكرا لك. هو الاهتمام بهذا الموضوع مطلوب وبحاجة له في الوقت الحالي نتيجة تزايد الحاجة إلى الرد السريع والاهتمام السريع في المتضررين من الكوارث الطبيعية، التغيير المناخي، الأزمات التي من صنع الإنسان والتي هي بازدياد، ومنطقتنا ملأة بهذه الأمثلة. لذلك كانت دائما الاستجابات تكون بردات فعل أقرب منها إلى تخطيط، وهذا كان ينعكس بشكل نوعا ما سلبي، أو دعنا نقول ليس فعال بالدرجة المطلوبة. هذه القمة الإنسانية المقصود فيها أن يتم، أو الهدف منها أن يتم وضع استراتيجيات متطورة تستطيع الاستجابة بشكل سريع، وخاصة في بدايات الأزمات وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها بفعل الأحداث على الأرض. طيب، هذه القمة هل ستطرح مشاكل إضافة إلى حلول وتنتهي، أم أنها ستخرج بتعهدات دول بالتزام بحلول ربما معينة في كل ملف من الملفات الواسعة التي تحدثت بها قبل قليل سيد فاضل؟ هو كون الإطار المالي تقريبا محدد بمؤتمرات أخرى، ويتحدد الإطار الاستراتيجي في هذه القمة، من طبيعة المشاركات الموجودة أتوقع أن يكون هنالك نتائج جيدة. عندما تحدث عن وجود 60 رئيس دولة أو حكومة إلى منظمات العاملة في المجال الإنساني، سواء منظمات الأمم المتحدة، منظمات الغير حكومية، منظمات المجتمع المدني، الاهتمام الإعلامي بها، أتوقع وعندي أمل كبير بأن يكون هنالك
واضحة تحسن من قدرة المجتمع الإنساني على الرد المناسب والاستجابة المناسبة للأزمات، سواء كانت من فعل الإنسان أو من الطبيعة أو من غيرها. نعم. سؤال أخير لو سمحت سيد فاضل، دكتور فاضل، المنظمات، منظمات الأمم المتحدة والمعنية بالإنسان، وأيضا أنت خبير في منظمة ألفا، وكيف ستستفيد من هذه القمة بعد انتهائها والخروج بأجندة مشتركة فيها؟ نحن كما ذكرت نحن عضو في فريق العمل الإنساني في الأمم المتحدة وضمن منظمات العالم للرد الإنساني، فلذلك استفادتنا تحسن من قدرتنا على الاستجابة السريعة. أتحدث بشكل خاص عن المنطقة وهي مثال لما يحصل في المناطق الأخرى. نعم. عندما تكون هناك منطقة نزاع ووجود متضررين وفئات متضررة جدا، سواء من ناحية الأمن الغذائي أو حتى الصحي وغيرها، تحسين القدرة وسرعة الوصول إليهم وتأمين الطرق وتأمين الموارد بالوقت المناسب وعدم الانتظار إلى مؤتمرات وندوات قد تكون أشبه بالفزعة منها إلى وجود نظام، هذا كله يحسن من أدائنا ويجعلنا قادرين على نقوم بواجبنا بشكل سليم وسريع. طبعا نتحدث هنا عن دعم مادي إضافة إلى تسهيلات عملكم، خاصة في مناطق الكوارث الطبيعية أو المناطق التي تشهد نزاعات وحروب. شكرا جزيلا لك الدكتور فاضل الزعبي، خبير الطوارئ في منظمة الفاو، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.